موسى بيحي عبد مدحوينها سماني لان يحفيس كيسا كوكا بلاي وفتي كسودا كرمدا ميدو بي يسودو كرا ورقو بلاد كيغان ولا بدي عشي وقدا بي يسودا الكوتشو غي ديغان دا سماني لان وحنا كولان كمدحوينها كويلين يحبنا كمدو غريه زوزير دا ماركي كولان كوسو الا دي وحور في ديان كافاف كوريح اسلاحرون تبدحتو يدا كلا هدلي وزير كاريما هدي بدا سماني لان دكتر سعد علي شرع وحساك هالكم كسو زيارتي مدحوينه وفتي بلارن وكسودا جمعية غرما كده حيسا إيو أورك إيجاد وهو جامين إيو كحجين كإرجع جار كا حجيات جمعية غرما كده حيسا إيو إرجع جار كا الصومالي الصومالي لان إيجاد وحمد حوينها إيو وفتو كوضع هالين أمورف ربضن أو لحريرة علاقات كلها بدك يسود way kamid tahay xaaladda tukarad sidii loo maareyn laha qodob dhowr ah ayaa la is taabtay sidii arrinka xal looga gaari lahaa way kamid tahay in xabad joojin la sameeyo marka hore in maxaan ilaahay maxabiista la isu celiyo in loo ogolaado heedaha samafalka in gargaar u fidiyaan dadkii ku tabaaloobay wax badan waa la isla fahmay waa la isla qaatay هذا الكل لكن ولي وو السعودة إن شاء الله بإذن الله الكريم وحن رشينا لين جدي سعود كا وده هذا الكاتب بالوضي أم بقى يمهم بالسعودي نقول لك قاعد دون إن شاء الله أدب ما زنتي يسدو كله حبناها كله جامين يقود يدا يسكون أفن كسعود ورقبلات كإيجاد يسدو كله قرمة مدوبي أو كلاها كوجين كإرجع جار كحوجي هجودة قرمة مدوبي أقا بسن سوماليا يسدو كله إرجع جار كورقبلات كإيجاد وحن يدن كود حسين إن حلي جن سؤال كود كوقت وما سدي حل وجاري لا خلاف ككتا جن دجان كتجرق أود حي سومالي لان يبطلن يجون الشجعي إن لبدي شو قدم بيس سؤال كود شجعي سومالي لان كل ما جوني جوني هاي لقاته نمدح ده أصحاب تسياسة ده شر قدوم كلا بدأ أقل كله إجور تدي وكلا ذا مرحونا هي سدوا كلا أوراد رايد كا وحنا الشجن عندما نوصل دم هذا كلا مداسي قول كوا دن سدين نبض لوصل دبالي لا دجان كتكرغة. We came to Somaliland to seek resolution to the conflict in Tukarak. We met with His Excellency President Musa Bihi. We have had very good discussions to try and advance the efforts to find a peaceful solution to the conflict in Tukarak. We have had very good meetings over the past 2 days, starting with the two houses of parliament, the Minister of Foreign Affairs, civil society, and today, finally, with His Excellency President Bihi. Faisal Mohamed Adam, Faisal FIFA TV, Alamiga Somali Cable, Hargeisa.